أكد رئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز العمل الجماعي الدولي بما يحافظ على السلم والاستقرار ويدفع في اتجاه إصلاح منظومة الحوكمة المالية الدولية وخلال استقباله وفدا صينيا رفيع المستوى برئاسة ليتشي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أشاد الرئيس السيسي بالتجربة التنموية الصينية المتميزة مؤكدا توفر فرص عديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة للبلدين استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا صينيا رفيع المستوى برئاسه السيد لي شي عضو اللجنه الدائمه للمكتب السياسي باللجنه المركزيه للحزب الشيوعي الصيني وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وسفير الصين بالقاهره صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي ان السيد لي شي نقل خلال اللقاء تحياتي وتقدير الرئيس الصيني شي شين بينغ للسيد الرئيس وهو ما بادله السيد الرئيس بتأكيد خالص تحياته وتمنياته الطيبة للرئيس الصيني كما شهد اللقاء تسمين الجانبين لعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط مصر والصين على جميع المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية وتأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين. وفي ذات السياق أعرب المسؤول الصيني عن رؤية بلاده الإيجابية لما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطور تنموي لافت يهدف لبناء قدرات الدولة ونهضتها، منوها في هذا الصدد إلى جهود تطوير محور قناة السويس التي تعكس الموقع الاستراتيجي الفريد لمصر. بين الشرق والغرب، والتحسن المضطرد في مناخ الاستثمار، مشيرا الى اتساق الرؤية التنموية المصرية مع مبادرة الحزام والطريق الصينية. كما أشاد السيد الرئيس بالتجربة التنموية الصينية المتميزة، مؤكدا توفر فرص عديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة للبلدين، وجرى في هذا الإطار استعراض جهود زيادة التعاون في مجالات عدة، من بينها التبادل التجاري وتوطين الصناعة. ونقل التكنولوجيا والطاقة وكذلك السياحة والعمل المناخي الدولي أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه جرى تبادل لوجهات النظر بشأن سبل حفظ السلم والأمن الدوليين حيث عرض الجانب الصيني رؤياه في هذا الشأن وأكد سيد رئيس حرص مصر على الإسهام الإيجابي في التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي وتعزيز العمل الجماعي الدولي المشترك بما يحافظ على السلم والاستقرار ويدفع في اتجاه اصلاح منظومه الحوكمه الماليه الدوليه كما تطرق اللقاء الى تطورات الاوضاع في الشرق الاوسط حيث اعرب الوفد الصيني عن التقدير للدور المصري الفاعل في استعاده وترسيخ الاستقرار والتنميه في المنطقه سواء من خلال مكافحه الارهاب او عن طريق العمل على تحقيق التسويه السياسيه لمختلف الازمات بالمنطقه